كل اللي يتابعونا الحلقة الماضية واجتهدوا معانا واعطونا شوي من وقتهم عشان يحلون اللغز، أكيد أنهم يتريون التفسير والحل في هذه الحلقة. اللغز قال فيه محمد بن حي الهاملي: أنا بنشتك يا من هو فطين، وعطني فسر لغزي بالكمالي، برجل ليزقر صوته حشيم، اللي عاده من الحسرات خالي، وعنده بنت من خلجة صموت حشيمة عند محظور الرجالي، وليه فكرت فيها هو بعوده صغيرة سن وتربي عيالي. طبعا الحل مثل ما قلنا قبل كان على ثلاث مطالب: المنحاز والدلة والفنايل، واللي ياب الإجابة هذه هو اللي فاز معانا. نتمنى أن الكل يكون رابح، اللي ما ربح في المسابقة ربح وكسب معانا المعلومات اللي تتكلم عن هذه الألغاز، وخذ له خبرة وقدر يمارس مثل الأشياء هذه، إذا مش بالقصيدة على الأقل بالحل. طبعا اللي يتريى اسم الفائز يتابعنا على قنوات التواصل الخاصة بقناة بينونة.